الناطق الرسمي كما يسمونه نفس المراجع والعلماء الذين مر ذكرهم بأنه لسان الشيعة الناطق، المدرسة الشيعية المتنقلة شيخ أحمد الوائلي، لنرى كيف يعرف الشيعة بإمام زمانهم. هناك مجموعة من المقاطع من حديثه، من خلالها نرسم صورة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. المقطع الأول يتحدث فيه الشيخ الوائلي عن جد الإمام الحجة، عن النبي صلى الله عليه وآله، وكيف أنه تراب في قبره. نستمع إلى شيخنا أبي سمير. أنت تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا واقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب خلي تراب، أنا شو اسم الجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هلا مقر تنبه لجين، هذا المكان اللي به النبي، هذا المكان اللي عاش به رسول الله، اللي به ظلال النبي، اللي به روح النبي مرفرفة. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. سيدي يا بقية الله، جدك رسول الله صلى الله عليه وآله تراب في قبره. المقطع الثاني، شيخنا الوائلي يحدثنا عن جد إمامنا الحجة وعن والده الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأنه عظام بالية، وحين يزوره هو لا يزور عظاما بالية وإنما يزور مواقف. نستمع إلى شيخنا أبي سمير. الواقع هذول اللي يتصورون احنا عندما نروح الى كربلاء نقف على عظام او نقف على تراب، غلطانين. انا جاي اقف على موقف، مو جاي اقف على تراب، لا لا، انا جاي اقف هنا على صرخة دوت وما تزال مدوية، ما احتواها التراب، ما تزال مرفرفة على هذا المكان. انا واقف هنا على مجموعة من المثل جهج ابو الشهداء جسدها على صعيد الطاف، ففي واقع الامر انا مو رايح ازور لعظام بالية. يا كربلاء يا عبير الجراح، وزهو الدم العلوي لهبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وابدع في رصفه المعجب، ويا شمة من شماس الخلود تشد الانوف الى الاطيب، سيبقى الحسين شعارا على اصيلك والشفق المذهب. اذن انا في زيارتي للحسين ما رايح ازور لي قطعة من التراب او قطعة من العظام البالية ابدا، لانه لو كان هكذا لما نشط الظالمون بالمنع عن زيارته. ارجوك، لو كان الحسين عظام بالية ما خافك عروش الامويين ولا عروش المتوكل وامثال المتوكل ولا عروش اذيالهم الى يومك هذا. نعم، لو كان الحسين ذلك النمط من العظام البالية لما ارعب هؤلاء، لكن ارعبوه وتصوروا ان بالقضاء، يعني تصوروا ان ضرب القبر يضرب الحسين. ابدا، صدقني الحسين اكبر هنا، الحسين مضمون والمضمون لا يموت، الحسين مضمون والمضمون لا يقوى الهدم على القضاء عليه. انتهى والضريح والايوان، ما تهاوى الشموخ والعنفوان، انما تهدم الحجارة والمضمون يبقى على المدى ويصان. اذا انا ما واقف على قبر بعظام بالية،
وإنما واقف على صرخة أسمعها مدوية والله لا يعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. سيدي يا صاحب الأمر، جدك الحسين عظام بالية. المقطع الثالث، يحدثنا شيخنا أبو سمير أن دم الحسين بعد استشهاده نجس. نستمع إلى ما يقول. الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله، ما غريب ولا غريب؟ ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ أنتوا لما تجون تقولون أن هذا اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهل المعنى. سيدي يا بقية الله، دم جدك الحسين نجس، وأقول لشيعتك إذا كان دم الحسين نجسا قطعا دم إمام زماننا نجس أيضا.